هنبتدي مع حضراتكم اخبارنا النهارده بهذا الخبر المبهج. نتيجه مباراه الامس، الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي فاز على الانتاج الحربي باربعه اهداف مقابل هدف واحد في المباراه اللي اقيمت امبارح على استاد الاهلي والسلام، طبعا ضمن منافسات الجوله السابعه في بطوله الدوري الممتاز. بكده بيرتفع رصيد النادي الاهلي الى 16 نقطه ليواصل تصدره لقمه الدوري بفارق الاهداف عن اقرب منافسيه. طيب كلنا تابعنا الماتش امبارح، طبعا الشوط الاول يمكن ما كانش فيه اي اجوال، لكن الشوط الثاني طبعا علي معلول في الدقيقه تحديدا 48 تقدم بهدف، واضاف هنا حسين الشحات كمان كانت الدقيقه 69 الجول الثاني للاهلي. جه بقى وليد سليمان لما نزل في التبديل الرائع اللي حصل او يعني اجراه موسيماني، والهدفين الثالث والرابع اللي كانوا في تحديدا في الدقيقتين 77 و87. وطبعا على الصعيد الاخر الانتاج الحربي كان باسم مرسي هو اللي احرز الهدف الوحيد، ده كان في الدقيقه 84. بس على كل حال هو كان ماتش حلو. الشوط الاول ما احرزناش فيه اي حاجه، الشوط الثاني كان اقوى بكتير. ناس كتير كانت بتقول هو احنا ليه بقى لنا ماتشين يا كريم ما بنحرزش من اول دقائق زي ما احنا متعودين؟ ده الكلام او ده السؤال اللي طرح كمان على موسيماني، خليني اقول لحضراتكم، في المؤتمر الصحفي اللي تلا الماتش هو قال ما فيش فورمولا في كره القدم، كره القدم هي كره القدم، ممكن الجول يجي في اي لحظه، وهو قال بس انا واخد بالي ان احنا بقالنا فعلا ماتشين ما احرزناش غير في الشوط الثاني، لكن هي دي برضو الكوره. فيعني احنا بنتكلم برضو ان في الاخر النتيجه مرضيه جدا والحمد لله، واللي جاي باذن الله يكون كمان افضل. خلينا بقى نقرا مع بعض يا كريم انا وانت الاسامي اللي جت او توقعاتها كانت مظبوطه كده. احنا زي ما كنت بقول في اربعه من حضراتكم جاوبونا اجابات مظبوطه لما سالناهم في حلقه امبارح وفي البدايه توقعاتكم ايه لمباراه النهارده اللي هي كانت امبارح، فالاربعه كانت اجاباتهم فعلا مظبوطه ومطابقه للي حصل. 4-1 منهم محمود بيومي كان قايل 4-1، وحسني ايهاب نفس التوقع، ماهر مخلص وسهى الطوخي، الاربعه دول من الناس اللي امبارح قالوا التوقعات بشكل سليم. لو هم دلوقتي صاحيين وبيتابعونا يا ريت كده تبعتوا لنا حتى على يعني على الصفحه عندنا وتقولوا لنا، او حطوا صورتكم، لان في بعض الاكونتس يا كريم ما بتبقاش الصوره محطوطه بتاعه الشخص نفسه، وساعات حتى الاسم نفسه وساعات الخل الوافي بقى. فلو انتوا سامعيننا ابعتوا لنا على الصفحه بتاعتنا وحطوا صورتكم كده وجنبها التوقع، ممكن ان احنا نعرضها في اخر الحلقه. نقول مره ثانيه محمود بيومي وحسني ايهاب، ماهر مخلص وسهى الطوخي. خسرنا انا وانت الرهاب، مش ضغطه معانا موضوع التوقعات. انا مش هشارك بعد كده في موضوع التوقعات. لا كانت مباراه حلوه فعلا.